تعرفوا قلم رصاص؟ آه قلم رصاص. اليوم بدنا نحكي لكم عنه لأن موضوع كبير ومهم بتعلق فينا وبمستقبلنا. لما بموت أخوي أو أبوي أو سيدي بالغلط، أنتوا بتعرفوا بأي ألم أنا بحس؟ ليش أنتوا كلكوا عندكوا أبو وأخو وسيد وأنا لا؟ عشان انطخ بالرصاص بالغلط. أنا الرصاص كتير صعب. الله لا يدوقه لحدا. لموا سلاح بدنا نشتغل على الرصاص.